جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي لدى مشاركته في أشغال الدورة الرابعة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي بجنيف، جدد دعم الجزائر الكامل من أجل تحقيق أهداف منظمة العمل الدولية في مجال تحسين ظروف العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية لفائدة المواطنين عبر العالم. التغطية العالم العربي يقول التغطية لعفاف بالهشات والتقرير لسنة بلقصبات. الجزائر حريصة على تعزيز دور منظمة العمل الدولية من أجل تحقيق مفهوم العمل اللائق وتوسيع الحماية الاجتماعية لكافة الأشخاص الذين هم في سن العمل والقادرين عليها، هو ما أكده وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي خلال كلمته في أشغال الدورة الرابعة بعد المئة لمؤتمر العمل الدولي. La décision de mobiliser des ressources nécessaires pour le renforcement de la coopération Sud-Sud par le financement des actions allant dans ce sens et qui font partager l'expérience algérienne avec nos amis des pays Sud-Sud. Et c'est quand même très important puisque l'Algérie va aider à ce dispositif de manière probante et avec une contribution financière adéquate aussi. كما أبدت الجزائر استعدادها للمشاركة في مئوية مستقبل العمل التي أعلن عنها المدير العام للمنظمة الدولية للعمل خلال المحادثات التي جمعت الجانبين. Je pense que nous vivons dans un moment où le monde du travail change de manière radicale. Nous devrons comprendre ce changement et être en mesure de le gérer pour servir les objectifs de la justice sociale, qui est l'objectif de notre organisation. Il y a plusieurs éléments de coopération. Un de ces éléments, c'est le geste que fait l'Algérie pour appuyer financièrement la coopération sud-sud, c'est-à-dire entre l'Algérie et des autres pays en voie de développement. C'est un élément assez nouveau, mais très très important. Et je compte avec l'Algérie, et je pense que je peux compter avec l'Algérie de nous accompagner dans ce démarche. كما كان للغازي محادثات مع نظرائه من عدة دول على غرار تلك التي أجراها مع وزيرة العمل في جنوب أفريقيا، حيث تباحثا اتفاقية التعاون بين البلدين. نحن نتقاسم نفس البرنامج مع الجزائر فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وضحايا حوادث العمل. تشرفت بلقاء السيد الوزير في انتظار زيارتي إلى الجزائر. الجزائر التي وقعت عدة اتفاقيات تعاون مع عدد من الدول دعت المنظمة إلى مواجهة التحديات الجديدة بهدف إقامة عالم تسوده العدالة والإنصاف داخل المجتمعات وبين الأمم.